السلام عليكم. بدون مقدمات ندخل مباشرة في الموضوع. موضوعنا اليوم كيهم كل مواطن مقبل على عيد الأضحى. موضوعنا على الطنقة اللي كيرسموا بها الحوالة عند كل كساب. اللي ما عارفش الطنقة شنو هي، هذه الطنقة كيف كتشوفوا في الصورة، بالنسبة للدور ديالها شوفوا الفيديو من تفهموا ونكملوا معكم. ولاد دراني عمرها شي عام انا ضربتني كلشي. ولا زرق هذا ولا زرق زرق كله زرق عباد الله. تفو على قلت تفو على وين غير عيد واش باش يحشوم عباد الله. زرق شنو هي زرق؟ زرق خضر كله وخالد جيفه جيفه هي جيفه رجلين اصعب موقف تقدر تطيح فيه هو هذا. والمشكل ما كيخسرش فقط الحمل العيد، كتخسر حتى فرحه العيد. وتبارك الله وزاره الفلاحه كتهتم بالمواطن ولقات لكم الحل، قال لك اسيد عليك غنديروا الطنقه الحوري باش نحميو المواطنين. برافو 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 برافو. واش ما فخبرش وزاره الفلاحه بان اغلب هاد الكسابه اللي رشمتو لهم الحواله باعهم في السوق؟ شوفوا الفيديو نكمل. ولا سعيد دابا نتكلموا في المهم. لنفرض ان هذا الكساب اللي رشمتو لي كسبتو ومشدها للسوق وباعها كيف شفتو في الفيديو. الناس الكسابه كيبيعوا الحواله ديالهم واخا مرشومين كيبيعهم في السوق. لنفرض ان هذا الكساب كما قلنا باع الكسيبه ديالو في السوق، غالبا غيبيع على الشناق، الشناق غادي يشدها وغادي يعاود فيها البيع وغيبيع على من غيبيع. غالبا 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 غادي يبيع لواحد الشخص اللي كيكون ما كساب ما شناق ما حتى شي حاجه، غالبا كيكون اما خياط اما موظف اما خدار مهم جزار ولا شي لعبه. كيمشي كيشري دوك الحواله، عنده مغازا كيخص ضربهم ستوكين في المغازا او لا شي بنقه في العروبيه، كيسمنهم يعاود يسمنهم كيحطو في المغازا في المدينه وكيبدا يعاود فيهم البيع. السؤال المهم دابا، شكون اللي غيتحمل المسؤوليه ديال ديك الطنقه؟ واش هاد اللي قلنا شراهم دابا سير كيعاود فيهم البيع بالتقسيط، اولا داك الشناق اللي شراهم وعاود باعهم لهذا السيد، اولا داك الكساب اللي ترشمت عنده اول مره الطنقه؟ اكيد اللي غيتحمل المسؤوليه دابا هو الكساب اللي ترشمت عنده اول مره الطنقه. دابا انت ككساب رجع ورشموا عندك الحواله، واش هاد الطنقه كتحميك؟ نرجعوا دابا لوزاره الفلاحه. دابا نتوما وزارة الفلاحة اللي كترسلوا لينا هاد الناس اللي كيطبعوا الحوالة عند الكسابة، واش كيقوموا بالدور ديالهم؟ أول حاجة كيفحصوا هاد الحوالة، كيعرفوا هما شنو واكلين، كيعرفوا هما شنو باش مداوين، ولا كيلحق كيجي كيطبع السلام عليكم كيمشي عند واحد آخر كيطبع، عند الآخر كيطبع، عند الآخر كيطبع، عند الآخر كيطبع. ولكن الدور ديال هاد الطانقة واش غادي تحمي بصح المواطن؟ والسؤال لك أنت كمواطن، دابا أنت كمواطن واش كتضمن لك الطنقه بان هاد الحوالي مليون في المية غادي يذبحو وماغاديش تلقى اللحم ديالو زرق؟ ربما غادي تقول ليا بان الكساب اللي خديت من عنده هو اللي غيتحمل المسؤوليه. مزيان، هادي فكره مزيانه، ولكن شكون اللي غيضمن لك بان هاد الكساب اللي باع لك هاد الحوالي هو نيت الكساب اللي ترشمات عنده الطنقه؟ كيف شفتي في من قبل في الفيديو في الاوائل الفيديو، الكساب ترشمات عنده الطنقه مشدها السوق، السوق باع الشناق، الشناق عاود فيها البيع باع لجهه معينه، جهه معينه عاودت فيها التسمين وبعتها للمواطنين. شكون اللي غيضمن لك بان هاد الحوالي زرق ومعالف ولا واخد شيبره عند واحد من هادو؟ ربما الجواب ديالك انت على السؤال ديالي غادي تقول لي انا مباشره غنمشي نشري من عند الكساب اللي كنعرفو، ولكن السؤال هو راه كاين تقريبا عشرات المليون العائلات اللي باغين يعيدوا كلهم كيمشيو عند الكساب مباشره. امبوسيبل، هاد الكسابه كاملين اللي باعوا لصحاب المغازات، هاد صحاب المغازات ما غاديش يبيعوا. امبوسيبل، الناس ما كتمشيش للسوق وكتشري. امبوسيبل، كلشي هادشي كاين. يعني انت ربما تقدر تمشي عند الكساب وتقدر تمشي عنده حتى المحل ديالو، كاين اللي ما عندوش باش يمشي حتى عند الكساب، كيشري من القلب المدينه ديالو من عند مول المغازه، هو كيعرف غير فقط مول المغازه. مول المغازه ما غاديش يتحمل مسؤوليه الطنقه، الطنقه غيتحمل بها الكساب. رجعوا للكساب، انت ككساب شكون غيضمن ليك او لا يحميك بان هذاك الشخص اللي بعتي ليه، وانت ربما ما بعتيش غير لشخص واحد، راك بعتي لاشخاص جاو عندك للدار وتيق في كسيبتك وعارف شنو معلف وتيق في راساتك وبعتي لهذوك الاشخاص، وهذوك الاشخاص مشاو ذبحوا لقاو اللحم مزيان، ولكن شكون اللي كيضمن لك بان هذيك الطنقه غادي يحتفظوا بها وما غاديش يرميوها؟ ربما غادي تقول لي وصافي الا ذبحوا لقاو اللحم مزيان هذيك الطنقه اش بغاوها غير يرميوها. ما فكرتيش شخص اخر يكون ذابح حولي بلا طنقه بلا والو يلقى اللحم زرق ويمشي يلقى حتى ديك الطنقه، شكون غيتحمل المسؤوليه ديك الساعه؟ مليون في الميه غادي تحمل المسؤوليه انت
ورغم انك ما بعتيش لي، وربما تقول لي لا انا ربعت في الدار، هو يقول لي راه باع ليا في السوق. المهم مليون في المية انت اللي غتحمل المسؤولية. دابا انت ككساب ملي سمعتي الكلام ديالي كامل وجاك منطقي، في نظرك واش وزارة الفلاحة غادي تحميك؟ وانت ككساب مليون في المية شريتي الحولي وفرحان وعند الطانقة كأنه ضمان لك بأن هاد الحولي ما غاديش يزرق، مليون في المية واش غادي هاد الحولي يزرق ولا ما يزرقش؟ ماشي كنقول لك أن هاد الحولي عند الطانقة غادي يزرق لك، ولكن ما هاديك الطانقة ما كتضمنش لك ولو 0.0001% بان هاد الحولي ما غاديش يزرق لك، ما كاينش شي ضامن. هذيك الطانقه كتضمن لك بان الكساب اللي باع لك هو اللي غيتحمل المسؤوليه. السؤال هو واش الكساب هو اللي باع لك؟ يعني ربما انت ربما غتقول لي وانا مشيت حتى كمشاهد في الفيديو، ربما غتقول من ديتك خاطرك انا غنمشي عند الكساب كما قلنا في الفيديو مباشره، ولكن واش كاع جل المغاربه اللي كيمشيو كيتقداو الحولي كيمشيو عند الكساب حتى للدار ديالو؟ امبوسيبل، مستحيل، ما كايناش. كاين اللي كيشري من السوق، كاين اللي كيشري من المغازا، كاين الواحد منين كيشري، وما كاينش شي حاجه كتضمن لنا بان هذا الكساب. في هذه الحاله انت ظلمتي الكساب، وربما غتقول واه الكساب حتى هو كيظلم، هو متفق الكساب اللي كيدير اعلاف غير طبيعيه، حقا غير طبيعيه، كيشري ادويه من السوق ايفوميك دايره في عند البيطري ولا عند الصيدلي دايره 450 درهم وكيمشي كيشري هو 50 درهم. كل هذا يعني الكساب كيتحمل المسؤوليه ديالو، ولكن ماشي كل كسابه، فئة صغيرة من الكسابة. وزارة الفلاحة ما دايرش خدمتها باش تحارب هذا الشيء. وزارة الفلاحة كتهرب من واحد التهجم تهجموا على الناس في 2017 حيت ما دارش واحد المراقبة، وباش تهرب من هذا العام غادي يقول لك اسيدي حنا وادرنا الطانقة، واللي لقيتو عند الطانقة راه حنا كنتحملوا مسؤوليته انكم وصلوا عند الكساب باش هو يتحمل مسؤوليته، اللي ما عندوش طانقة انت مولاه. وراه كاين الاخوان، كاين شي كساب اللي لحد الان ما وصلوش عندهم، عندهم كسيبتهم زوينة بلا طانقة بلا والو، حلوه هي هذيك مهلين فيها وما غاديش نضمن لكم بان راه كالت على الفتح ما غاديش تزرق، ولكن ما عندهاش الطانقه. اشنو ما غاديش تشري وتمشي تشري عند واحد عند الطانقه ويقدر يزرق لك؟ ما كنقولش لك بان هذا الطانقه يزرق وهذا ما عندوش الطانقه غادي، لا، حتى واحد ما كيضمن لنا بان الحول يزرق ولا ما يزرقش، كي عنده الطانقه كي ما عندوش. لكن الطانقه ماشي هي الحل، الطانقه مجرد فتنه دارت وزاره الفلاحه ما بين الكساب وما بين المواطنين، حيت ما كتحمي لك الكساب لا المواطن. كنصيحه لكم الا كنتو كتفكروا ان العيد سنة التقرب لله من سبحانه وتعالى، سير شري الحولي، توكل على الله، كي من السوق كي من المغازا كي من عند الكساب، لا ما تبقى تسولش عنده الطانقه ولا ما عندوش، حيت هذيك الطانقه ما غاديش تضمن لك انا الحولي غيزرق لي الحمد لله. شري الحولي ويجعل الله خيره. ربما تقول انت ما حاس وصعيب انه هو يرى، مجرد اننا كنشوفوا ذوك الفيديوهات وذوك الناس اللي كيمشي يزرق لهم الحم، راه كان يعني لا حول ولا قوه الا بالله، انا شخصيا ما نبغيش نطيح في ذاك الموقف. كنصيحة الكسابة، خاف والله، تقى والله، تقى والله، هذه راه سنة، راه عندك أجر اللي طلعتي واحد الحولي وربيتيه، راه عندك حق تطلب في الحولي تا جوج المليون، ونقول بشكل منطقي مزيان، ولكن واحد واحد المواطن عاصر الدم ديالو، عارف أن شي كسابة كيعصروا الدم ديالهم باش يوجدوا واحد الحولي يربحوا فيه واحد النسبة، ولكن هذوك جزاهم الله خيرا. ولكن شي مواطن عنده الكرة، عنده الضوء، عنده المصاريف، الدخول المدرسي، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويجي بغي يحيي السنة ويشري واحد الحولي بوحل 2000 درهم ولا 1800 درهم غير صغير، وتكلف وتسلف باش يشري حولي، وتجي تايا توكل واحد الحولي واحد الأعلاف باش تمرضو في صحته، تمرضو في نفسيته، ويلقاه في الزرق وتفسد عليه فرحة العيد، يعني نوعا ما صعيبة. إذا تلك السبب تقوا الله في خوتكم، تقوا الله في خوتكم. الا ما كنتيش قد توكل ماكله بعد من الحرفه، سير دير شي حاجه واحده اخرى بعد، غير من الدين، يعني شي حاجه اللي متعلقه بالدين، حيت هذا ماشي واحد الجزار غادي تبيعوا حتى الجزار لا حول ولا قوه الا بالله كيديروا. حنا ما بغيناش نخرجوا على الموضوع ديالنا، غير الموضوع ديالنا هو ان الطنقرة ما كتحمي هذا لهذا. سيروا وشريوا الحواله، حيوا السنه، ويجعل الله خيرا. وزارة الفلاحة ما كتحميك لا انت لا انا لا حتى شي واحد، فقط كتهرب من واحد المسؤولية اللي هي مسؤولية كبيرة. لو بغا دير خدمتها كما كنقولو تمشي تبحث بزاف د الحوايج، هاد الكسابة اللي كيديرو هاد الشي خاص تحاربهم، الأدوية اللي كتبع كطربهم تحاربها، وبزاف ما يتقال في هاد الميدان. لهذا الله يوفق الجميع، وحتى واحد ما نبغيو ليه شي حاجة خايبة، ونتمنوا العيد يدخل لجميع المواطنين بالصحة والسلامة والعافية مسبقا، وخا الفيديو نشرناه قبل العيد بواحد الشهر وزيادة. المهم الاخوان، الفيديو ربما تكون تشوفوا وهذا الشيء عارفه،
ولكن كاين اللي ما عارفش ليه. الله يجازيكم بخير، انا ما كنطلب لا جي ام لا حتى شي حاجه غير بارطاجي هذا الفيديو، بارطاجي في البروفيل ديالك عند الناس في الواتساب، بارطاجي في المجموعات الجروبات، كاين واحد الجروبات بزاف كبار كاين ديال الترفيه ديال المعلومات ديال الثقافيه، ديال اي جروب عندك بارطاجي في هذا الفيديو. والقسما بالله ما همني لا نسبه المجاهده لا والو، فقط اللي كيهمني انايا هو هذا الفيديو يوصل لعد الناس باش الناس تفهم اشنو كاين. انا درت اللي عليا، الا كان الكلام ديالك يعني الا كانت عندك نفس الراي نفس الفكره بارطاجي الفيديو ووصلوا للاخوان ديالكم. المهم الاخوان الفيديو ديالنا سالا، ترقبوا الفيديو ان شاء الله اللي جاي الاسبوع الماجي على قناه حول السردي. لهذا كننصحكم انكم تشتركوا في القناه باش مباشره ننزلوا الفيديو، يوصلكم مباشره الفيديو جميع طرق الغش اللي كيستعملوهم الكسابه والشناقه والحريفيه باش كيبيعوا حل الحول للمريض ولا العوج ولا المستو ولا اللي عور ولا اللي فيه الحبوب ولا حتى الاكل الاكل ربما. المهم هذا الموضوع ان شاء الله غادي نخليه حتى الفيديو باش تفرجوا فيه. يلا تبارك الله عليكم، تهلاو لي فروسكم، نتمنى نكونوا عند حسن في الفيديو عند حسن الظن، نتمنى ماشي انا الفيديو يعجبكم حيت الفيديو ما نقولوا ما فيه ما يتعجب، المهم الفكره تكون وصلتكم. السلام عليكم.